ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل المعجنات من المطبخ اللبناني. لما أقول معجنات يعني فطاير، يعني ممكن نعمل صفيحة، نعمل الحواوشي، نعمل فطاير كتيرة قوي بطعم مختلف، سواء بالزعتر سواء بالجبنة حسب الرغبة. وعلى فكرة أطباق المقبلات في المطبخ اللبناني بتتصدر السفرة وقائمة الطعام في أي مكان، ويتميزوا بكده المطبخ اللبناني أو السوري، بداية من الهندبة. عارفين إيه الهندبة؟ اللي هو السريز بتاعنا في الريف المصري والصعيد المصري، اللي احنا ممكن نعدي عليه كده ونقول له باي باي. ده اغلى انواع المقبلات في المطبخ اللبناني، اللي هي الهندباء، اللي هو السريس، بيتعمل بزيت الزيتون وعصير حامض وتوم، تاكل صوابع كوره. وان شاء الله هنعمله مع بعض، وانا موصي صديق ليا ان شاء الله يجيبه لي ونشوف نعمله مع بعض ازاي. ولكن خلونا نعمل شويه الفطاير بتوعنا واحنا شغالين كده. الزيت عندي جاهز، نطلع بمدير الفطاير بالزعتر يا استاذ رحاب. معانا كوبين من الدقيق، ميه دافيه، شويه ملح، معلقه سكر، بنعجن عجينه لطيفه، بنسيبها تتخمر. تتخمر هي فيها خميره يا شيف؟ لا طبعا، الدقيق كلنا عارفين اللي هو فيه الدقيق فيه ماده الجيلاتين، لازم ماده الجيلاتين. هنا لما بنعجن العجينه بنترك العجينه اقل حاجه 30 دقيقه علشان نعرف نفرتها وناخد منها الشكل اللي احنا عايزينه. التوبنج بتاعنا والحشوه بتاعتنا، معانا زعتر، معانا زيتون، معانا جبنه قريش حلوه. انا عايز اربط المطبخ المصري بالمطبخ اللبناني، فما رضيتش اجيب جبن تانية خالص، جبت الجبنه القريش بتاعتنا اللي هي من الصعيد المصري والريف المصري، والطعم برضه هيبقى طعم لطيف وجميل. تعالوا نشوف ازاي هنعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، تقدري تصوريها بالتليفون او تكتبيها ورايا، سهله وبسيطه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. عباره عن كوبين من الدقيق والزعتر، شايفين صورته الحلوه على الشاشه. الزعتر ده فكره غير الزعتر البري، ده زعتر اللي هي الدقه، عباره عن سمسم وزعتر، وبياخد بهارات وبياخد بابريكا، لطيف وجميل، بيخش في المعجنات، بيخش في الصفيحه وفطاير بالزعتر والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. هناخد العجينه بتاعتنا كده نقطعها نصين. هعلمك حاجه، تعرفي ان العجينه خدت المسام بتاعتها وخدت مراحل التخمير ولا لا؟ اول ما بتتعب بالسكينه وتشوفها كده، لقيتها كده طبقات في التقطيعه ديت، تعرفي ان العجينه خلاص جاهزه للفرد. عندك ولادك الصغيرين في كل بيوتنا بيحبوا ان هم يخشوا المطبخ يلعبوا في العجينه دي كده بايديهم، بيفرحوا بيها من ايام العجين الصلصال، فما تخلوهمش يلعبوا في العجينه دي، عشان لو اما لعبوا فيها مش هتتفرد معاكي بسهوله، خلي بالك. هنفردها مع بعض كده اهو، ومعايا قطاعات، منها الكبير ومنها الصغير، دي مجموعه قطاعات كده بتتباع في اي محل بتاع ادوات منزليه. وبنفرد العجينه بالشكل ده كده، وتكون رقيقه جدا طالما احنا هنقليها. الله ينور يا ابو السيد. ونحط شويه الدقيق الحلوين على العجينه. عينيا والله مكانها اهيت، مش هحركها طبيعي. بس بحط شويه دقيق كده علشان يسهلوا عمليه الفرد. طبعا خط سير الحلقه وتنظيم الوقت مهم جدا في المطبخ. انا بدات الحلقه دايما الاستاذ رحاب تقول لي هتبدا بايه؟ بالفرخه، سحبتها وحطيتها في الفرن. انا شغال في المعجنات، الوقت هنا اللي احنا فيه ده كده الفرخه بتستوي، فطالما انا بعمل سفره وبعمل غدا ما ينفعش ان انا اضيع وقتي في المطبخ في حاجه انا هتاخد مني وقت في الفرن وابدا ان انا اسويها. لازم تنظمي وقتك بالشكل ده كده. شفتوا العجينه اتفردت ازاي؟ الحته دي عايزه تفرد شويه. دول يعملوا تقريبا 20 فطيره. لو بتشتريها من بره هتلاقي الواحده ب 10 جنيه وب 8 جنيه وب 7 جنيه ومتش عارفه الحشو ايه. شفت العجينه اتفردت ازاي بسهوله، دي ما فيهاش لا خميره ولا بيكنج باودر. مكوناتها كالاتي: كوبايتين من الدقيق، معلقه ملح صغيره، معلقه سكر، ميه دافيه. حطيتي معلقتين زيت زيتون، اهلا وسهلا. زيت طعام، اهلا وسهلا. العجينه اهي بتريحها كده، ومعانا القطاعات بتاعتنا. فين يا عم الشيف؟ ونقطع لنا كده شويه مع بعض. هنحشيها دي يا شيف جبنه، نحشيها زعتر، عايز تحشيها جبنه موزاريلا اهلا وسهلا، زي ما انت عايز. عايز اصغر من كده عصافيري مفيش مشكله. معانا قطاعة تانية اهوت برضو عشان حضراتكم ما تحبوش الكبيرة، نقطع صغير وهكذا. وهنشوف ازاي نقفلها طفيرة مع بعض.
طبعا العجين الباقي ده اللي انا هشيله دلوقتي ما ينفعش يترمي، بتلميه على جنب وتسيبيه لمده 10 دقائق وتتعاملي معاه عجينه عاديه خالص الفرد. اه حلو، ده ما يترميش يا اختي، ما يترميش يا امي، ما يترميش يا خالتي، ما يترميش يا عمتي. اه يتحط كده جنب العجينه بالشكل ده كده، وتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنحشي شويه الفطاير دول مع بعض. اه الكبار نخليهم على جنب والصغيرين نخليهم على جنب، وطالما العجينه عليها دقيق مش هتلزق باذن الله. اه عشان العجين او اللي انت مقطعاه ده ما يلزقش ببعضه لازم تحط دقيق بين العجين وبعضه. حلو الكلام. الحشوه هنا زعتر وجبن، نعملها مع بعض. اه معايا جبنه قريش بالشكل ده كده. انا شخصيا بحب شويه الكمون على الجبنه ديت، بستمتع بيها. والبطيخ دلوقتي ما اقولكمش، ده طبقي المفضل بالليل، بطيخ جبنه قريش كمون، ويا سلام عليها شويه نعناع شويه زعتر. حلو الكلام. شويه بقدونس، حلو، شويه نعناع يابس. وانا بحب الكمون احط شويه كمون، انت ممكن ما تحبش الكمون ما تحطش كمون، حسب ما انت حابه. ونقلب دول مع بعض. اه حلو قوي. تعالوا مع بعض نحشي فطاير كده مع بعض، بس خلونا طبعا قبل ما ابدا في الفطاير نبص بصه حلوه على الفراخ. ايه رايك مخرجنا جاهز؟ اه شفت ازاي بتلمها كده وتاخد الحشوه دي كده اهو، وتقفلها كده باطراف ايدك كده. اه حاضر. اه 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 شفت ازاي عملتها زي الهلال زي القمر يا قمر. اه حلو. اي حاضر، بس خلينا نعمين. حاضر اهو، حاضر عيني، بس نقفل دي كده اهو. شفت الضفيره دي كده اهو، اخليها هنا جنبي اهو، بص عليها كده براحتك. حلو الكلام. اه تتبيله الفراخ اللي انا عملتها من شويه المسخن كالاتي، ونستاذن الاستاذه رحاب بمقادير مسخن الدجاج على الشاشه. زيت زيتون، عصير حامض اللي هو عصير الليمون، زعتر، ملح، فلفل، بابريكا، بهار حلو، كل ده مع بعضه مع توم. سحبنا الفرخه، جبنا بصل قطعناه جوانح شرايح سلايز، دي مصطلحات تهويه مالكيش دعوه بيها، شوف انا قطعته ازاي، قطعيه زي ما انا قطعته. جبنا جريلا او طاسه، خدنا الطاسه دي حطيناها على النار تكون شديده الحراره، حطينا البصل شوحناه بزيت زيتون بسماه. يا نعم. اه حاضر عيني عيني، عايز تعيش مع الفرن، بس اوعى تاخد الفرخه الله يرضى عليك، لان بدا شكلها يحلو في عيني، بتاخد الشكل البرونزي. حلو. اه حلوه دي، مقاديب المسحب على الهواء، الله عليك مخرج شاطر. الدجاج المسحب على الشاشه، فرخه وزنها 2 كيلو عشان تقدري تاخدي منها لحم، وتحطها في الثلاجه تتشمع. يعني ايه تتشمع يا عم الشيف؟ زي اخواننا الجزارين يذبح الخروف يحطه في الثلاجه شويه عشان يعرف يشفيه او يقطع منه، السكينه بتريحه ما ينزلش دم ما يغرقش الدنيا، كانه بيقطع في قالب حلاوه طحينيه. اه ادي الفطاير بتاعتي. اه احنا هنا مدرسه، تعلمي ازاي تعملي شويه فطاير الحشوه دي بتاعتك. انا بحب الجبنه دي، انت عايزه تحط موزاريلا مش هتقول لا، عايزه تحط جبنه شيدر مش هتقول لا، عايزه تحط زعتر بس مع خضره زي بصل بقدونس طماطم زي ما انت حابه مش هتقول لا. اه حلو. اه عايزه تحشيها لحمه مفرومه يا ويلي احسن مني، جيبي شويه لحمه مفرومين ضاني، حط لهم شويه صنوبر بقى وخليكي كريمه، واحنا بنستايل كرمك، او شويه لوز، وحط اللحمه المفرومه جواها واحشيها، بس اهم حاجه انك انت تضفريها الضفيره ديت زي ما انا شغال كده، عندي زيت شديد الحراره بيسخن. حلو الكلام. اول ما ابدا احط الفطاير بهد النار بيه وابدا ان انا احمر. سخن معاك زياده عن اللزوم، هتجيبي نص برتقانه وتحطيه في قلبه،
جالي سؤال بالكنترول دلوقتي معرفش مين بيساله، بيقول لي دي شبه السمبوسه الاسكندراني. انا في المطبخ اللبناني، مع احترام الكل الاسكندرانيه والبحاروه وكل حاجه، اتكلم لبناني هيك ودخيلك ويا قلبي يا عمري حياتي نطرك، مالهاش علاقه بالسمبوسه دي، فطاير بالجبنه هو ده. ولازم تتضفر كده. ندخل على الصغير. الفرن قافل الفرن؟ حاضر يا فندم. نبص على الفرن، ايه الفرن؟ الفرن فيه فرخه ودرجه حرارته عاليه جدا وبتسحب هي بتستوي، حطيتها على الشبكه عشان تحمر واحنا مع بعض اهو، ونقفل الفرن بتاعنا عشان نكسب وقت. انا هتني شغال في الفطاير دي لغايه لما مخرجنا يقول لي اطلع فاصل علشان الم الليله اللي قدامي دي من على الكاونتر بتاعي واظبط الدنيا، عشان هخش اعمل دلوقتي الكوشه بتاعت العروسه. كوشه عروسه يا شيف؟ تبوله، التبوله ده على السفره زي العروسه في الكوشه، عليها خروف ضاني هي التبوله رقم واحد، عليها ديك رومي متكتف التبوله رقم واحد، عليها فخده ضاني بالروزماري والثوم التبوله رقم واحد. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع عروسه السفره اللبنانيه والشاميه والسوريه والمصريه والدوليه، التبوله اللي انا بعشقها بمكوناتها. قلب الصغير لا يتحمل مع شويه بقدونس برغل طماطم عصير حامض زيت زيتون. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل لشويه فطاير عملتهم مع حضراتكم. مخرجنا الجميل هيجيب الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. دي مع شويه ملح شويه سكر ميه دافيه معلقتين زيت، حولناهم بالشكل الجميل حضراتكم شايفينه. ربطنا بين المطبخ الصعيدي والمطبخ الريفي المصري، ما بين المطبخ اللبناني بالطعم والفليفر والشكل. حلو شايفين ما تكنطرش وما تقلبش كتير بقى، يعني انت تحطهم في الزيت كده وسيبيهم، ما تفرحيش بقى بالعجينه زي الشيف كده وتقعدي تخبطي بالسكينه ويتقلبي والجو ده كله. سيبها كده هي لوحدها، لما تستوي هتلاقيها عمت على الوش. واحده واحده عشان يبقى في فاصل بين الواحده والتانيه ما يلزقوش في بعض. هنملى المصفى بتاعتنا واحنا شغالين. سؤال من الكنترول لطيف والله، بنت حلال بتقول يا شيف بوغازي لو حبيت اخزن السمبوسه دي وانا موظفه وبشتغل وما عنديش وقت اعمل اللي انت بتعمله ده، وعندي وقت بالليل قاعده مع الاولاد وعملت الشغل ده، يتخزن؟ بنفس الطريقه دي بتعمليهم، وتجيبي اطباق اللي هي بتاعت التلاجه ترش فيهم شويه دقيق وتحط الفطاير دي، وتحط بين كل طبقه وطبقه رق من الرابل او البلاستيك، وتحط طبقه تانية وترص طبقتين ثلاثه فوق بعض، وبعدين تغطيها ما تحطهاش مكشوفه، وتحطها في قلب الفريزر. درجه الفريزر لازم تكون عاليه جدا في تجميد المعجنات عشان العجينه ما تتخمرش منك وترتاح منك على ما تجمد، لازم تكون درجه التبريد عاليه جدا. الفطاير اخبارها ايه؟ لا انا اقلبها بقلب جامد. طلع الليمونه دي من هنا، اللهم صل على النبي. اخبار الزيت، ادي الفطاير بتاعتي، الضفيره باينه حلوه ازاي، الف هنا وشفا للي ياكل اهو. الحشو ايه؟ لحمه مفرومه، حشو ايه؟ فراخ مفرومه، حشو ايه؟ جبنه بالزعتر، حشو ايه؟ جمبري. مش هتقول لا، اهم حاجه العجينه وخطوات عمل العجينه. ملاحظه حاجه هنا، ان تفاصيل الضفيره باينه. ليه يا عم الشيف؟ علشان العجينه مش متخمره، مش واخده خميره ولا بيكنج باودر. المهم نعمل تركيه حلوه هنا كده بقى زي اخواننا اللبنانيين اللي بنوجه لهم تحيه كبيره، رشه حب. ايه ده يا شيف؟ رشه حب دي، دي رشه سماء. هو ده التوقيع بتاع المطبخ اللبناني. او رشه زعتر من اللي انا حاشي منه. نوسع السفره دي بتاعتنا.